نعم. قليل منها منها مشافي برامج. نعم. حقيقة هذه البؤر أو النقاط السوداء خصصت في هذا الدليل معناها في بعض الأوقات في الليل يصوروا والله نروحوا في الليل نصوروا. نعم. خاصة من ناحية الظلام الإنارة. نعم. الإنارة السوق الطريق الرئيسي ينعدم يكاد ينعدم من الإنارة. تحدثوا على كاميرا ما كانش. هذا احنا حابين الإنارة بالخير. حابين السوق كل واحد نعطوه. نجي نقطة نقطة. حابين السوق تكون فيه كما قال الكاميروات ولما لا في السوق كامل. نعم. لأن حدثت كثير من الأحداث المؤسفة سرقة حرق قتل. نعم. معناها عارفين معناها واضحة للعيان هذه وني. معناها حابين تكون كاميرا ترصد مثل هذه المشاكل أو مثل هذه الأحداث. أنا تتحدث ربما عن الجانب الأمني أنت. هذه ربما تكون في سرقات تكون في حتى بركاج للعابرين السوق ليلية. في الليل بك نعم نعم. وقعت إذا السوق مظلم. فيها مات فيها واحد. مات فيها في الشهر الماضي حدثت عملية قتل. وقعت جريمة نعم. الجانب الأمني مهم جدا. الجانب الأمني مهم هذا الجانب. الجانب الجوهري الآن بتغطية السوق بالكاميرات حتى. ولو ربما أنا قدمت ديباجة للجمعية ودخلت في بعض النقاط.